مدار تابعة لوزارة التجهيز، لكن أحيانا كندخلوا بشراكة مع الجماعات باش كنجزو حنا كوزارة التجهيز شراكة مع وزارة الداخلية والمالية باش نزلو داخل العالم القروي. البرنامج الجديد الذي أطلقه صاحب الجلالة ديال 5 مليون ديال الدولار، 50 مليار ديال الدرهم، يعني 5 مليون وزيادة، في 36 مليار ديال الدولار درهم عادي الطرقان اللي غادا تشرف عليهم طبعا ما في تنسيق ما بين وزارة التجهيز ووزارة الداخلية ووزارة الفلاحة، غنكونوا مسؤولين على الإنجاز ديالهم. باغي نقول بوضوح، ممكن تكون الطريق ديال وزارة التجهيز، ممكن، وممكن تكون شركة غشات، ممكن، ممكن يكون شي موظف يغش، ممكن، الغش طبيعة بشرية، لكن واش الناس كيلوموا حيت الطريق مغشوشة؟ أكيد كيلوموا، ولا كيلوم على أنك شتيها مغشوشة وغمضتي العين عليها. بجوج. هذا هي مطلوب. لا وارد الغش. واش هاد الأيام اللي طاحت هذيك القروة في منهاطن؟ ياك السيد كيبني وطاحت قروة في منهاطن، ممكن تطيح قروة، ممكن تبنى شي طريق مغشوشة، ممكن تبنى شي دار مغشوشة، ممكن يوقع شي، يمكن يكون شي موظف غشاش ولا شركة غشاشة، ولكن المهم تماما واش شفنا الغش وسكتنا عليه؟ لا يمكن في المغرب أن يسكت عن الغش إذا عرف، لا يمكن الإخوان والأخوات، انتهى هذاك الغش. لانه ليس ممكنا، لان المغرب الجديد النموذج ما بقاش كيقبل هذا الشيء، ولكن المغاربه ولاو فايقين دغيا يفضحونا وخنعياو وما نسكتوش دغيا المغاربه يخرجوا هذاك الشيء. ولذلك هذيك الطريق هي الطريق ديال الجماعه وبحال واحد الطريق اخرى، علاش اعتقلوه الله اعلم. انا اتصلت بوزير العدل راه كيتابع القضيه، يعني واش مرتبطه حيت كشف الغش هذا الشيء علاش اعتقلوه؟ انا اقول لك متحمل مسؤوليتي، المغاربه كيضلوا يفضحوا في الغشاشه والمزورين ما كيعتقلوا حتى واحد. الا تشد تجاوزا غيتحاسبوا ويشدوه، والا دار شي غلط راه غادي تصحح هذاك الغلط، راه هذا مغرب اخر. الناس ربطوها وش لا ما يمكنش. واش دابا يعني انا كنظن تلقى من الرسائل مع المواطنين كيتكلموا معايا على اداره كيغشوا عندي وعلى شركات كيغشوا، وكنوضوا كنتحاسبوا. واش دابا حيت كان هادو شدوه زعما حنا هاد المغرب ديال الخمسينات الستينات؟ ولكن يبدو واقع شي قضيه ما انا ما عنديش التفاصيل ديالها، يعني السب والقذف او غير ذلك. نتمنى ان شاء الله العداله تاخذ مجراها، يبدو انه كاين شي تنازل على ما قالوا، ولكن هذيك الطريق كونوا متاكدين، انا اؤكد لكم ان وزاره الداخليه الوصيه على الجماعه ستتابع هذاك القضيه من خلال مفتشي ديال وزاره الداخليه، والمجلس الاعلى للحسابات الجهوي سيتابع القضيه. لا يمكن ان يسكت عن اي غش في البلد، لا يمكن ابدا. وانا نقول لكم الاخوات والاخوان، كاين شركات سدات لانها غشاشه، كاين شركات ما بقاش كتنال الصفقات لانها غشاشه، كاين موظفين توقفوا لانهم غشاشه، كاين قضاة توقفوا لانهم غشاشه، كاين اساتذه توقفوا لانهم غشاشه، كاين اطباء توقفوا لانهم غشاشه، ولكن بالدليل وليس بالاشاعه.